اللي يحب إنسان يتمنى له الخير، سواء كان معاه أو مو معاه، أو شافه ولا مو ما شافه. المهم إن أنا أوكي، أنا قمت الساعة 12 وما قدرت، وقمت لقيت أحلام داقة علي ودازت لي مسجات، وصديقتي داقة على أساس إن نروح، وكنا بنروح أنا وفرح وعقيل، لكن السالفة ما صارت. يعني أنا أحلام كانت حجزت لي كرسيين، أنا كنت راح أقعد بالكرسي مال اللي حجزته، انا كان هذا التخطيط مالي، ان انا اقعد بالكرسي اللي انا حجزته مع صديقتي، وان فرح وعقيل يقعدون قدام مع في الكرسيين اللي حجزت لي اياهم احلام. بس هذا كان التخطيط، بس ما صار. بس انا اللي اهم شيء عندي حبايبي ان انا شفت حفله حلوه حق احلام، ان قدمت حفله ناجحه، استانست، سعدت، الإنسان كان سعيد. بالليل راحوا وقعدوا عند فجر السعيد، أحلام وفيفي وسي شلبي وعبير صبري، فوناسة. ليش؟